تزامناً وانطلاق بكالوريا 2022، توقعات مصالح الأرصاد الجوية تكشف عن ارتفاع محسوس في درجة الحرارة طيلة أيام اجتياز الامتحان المصيري. تحذيرات دفعت الحماية المدنية إلى وضع مخطط خاص تحسباً لأي حالة إغماء وسط المترشحين. في إطار التحضير الخاص بتغطية امتحانات شهادة البكالوريا، قامت المديرية العامة للحماية المدنية بتخصيص جهاز أمني وقائي من أجل سلامة وأمن مراكز الامتحانات والممتحنين، إجراء عدة زيارات أمنية وقائية لكل المؤسسات التعليمية باحتضان الامتحانات، وضع جهاز أمني متكون من حوالي 18562 عون تدخل بمختلف الرطب، بالإضافة إلى 1460 سيارة إسعاف، وكل هذا من أجل تغطية عملياتية ناجعة والسهر على سلامة وأمن الممتحنين. وتفادياً لضربات الشمس والاضطرابات النفسية التي تصادف الممتحنين في هكذا ظروف جوية، ينصح المختصون باتباع خطوات صحية للحفاظ على كامل اللياقة البدنية. أكيد ربما هناك ملاحظة مهمة جدا، وهي أن هذه فترة الامتحان قد تتزامن مع موجة الحر الشديدة، التي من خلالها نوجه بعض النصائح للطلبة. أولا، شرب الماء على فترات متقطعة سواء في ساعات الامتحان أو في يوم الامتحان. كذلك ربما بعض الطلبة قد يبقون لأن ربما يمتحنون في مؤسسات بعيدة عن بيوتهم، وقد يضطرون للبقاء خارج المؤسسة لساعات طويلة مع موجة الحر الشديدة. نصحهم بأولا ربما المكوث في مناطق فيها ظل، في مناطق باردة. كذلك عدم ربما البقاء داخل بعض السيارات التي تكون مركونة في أماكن فيها حرارة مرتفعة. في ظل العوامل الخارجية المتعددة التي تؤثر على سير الامتحانات الرسمية، وجب على المترشحين الحفاظ على التركيز واتباع نظام غذائي لاجتياز امتحان العمر في أحسن ظروف.